رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ لطفي سقعان الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل عليكم ومبروك البرنامج والتوفيق ان شاء الله. طبعا من امبارح للنهارده الحدث اكيد الاهم والابرز هو فوز منتخبنا الوطني الاول على منتخب النيجر في تصفيات امم افريقيا 2019 بسداسيه نظيفه. شفت اللقاء ده ازاي؟ يعني هو لقاء مختلف، مصر كلها شافوه ان هو لقاء مختلف ولقاء تحرر من الطرق الدفاعيه كما كانت بالماضي وبداية عهد جديد مع أجيري. طبعا أيا كانت النتيجة وأيا كان المستوى وأيا كان الأداء، ده أول اختبار يعني للمنتخب، أول إطلالة مع المدير الفني الجديد. مش شرط إن هو إن أنا بعد كده إن أنا هكسب سداسية في كل المباريات، إن أنا مش هشوف كل المستوى، مع كامل احترامي لضعف مستوى فريق النيجر، لكن في النهاية هو فرض أسلوبه على منتخب الوطني، اهتم بصغار السن بشكل أكبر، اهتم باللياقة البدنية ودي من مميزات طرق لعبه، اهتم بالشق الهجومي بشكل أكبر ودي برضو من فلسفته. فالراجل قدم نفسه بشكل مختلف، خلى الناس دخلت في مقارنه شديده جدا ما بين الحالي والسابق، لدرجه ان الراجل قال بطلوا تقارنوني بالارجنتيني. امر طبيعي جدا لان كل واحد بيبقى حابب ان هو يقارن بالافضل، لانه هو يعلم جيدا ان كوبر ساب بس بس يعني ترك حالة من الغضب وعدم الرضا في الشارع المصري بشكل كبير جدا. صحيح. خصوصا ان احنا ما فزناش في 2018 في اي مباراة. ممكن نقول ان اجيري خلاص قدم اوراق اعتماده للجمهور المصري، ولا مباراة النيجر دي مش مباراة مقياس بالنسبة لمدير فني جديد لمنتخبنا الوطني؟ هي برضو هو قدم نفسه والمباراه ما تعتبرش مقياس ان ده اللي هيبقى الحال عليه في جميع المباريات. صحيح. امر طبيعي، بتختلف من كل فريق للاخر، لكن هو التقديمه بتاعته حظه ان التقديمه جت قدام النيجر فقدموه بشكل كويس فظهر حظه كويس طبعا. وهو قدر يقنع الجمهور ويقنع الراي العام ان انا عندي حلول كتيره. صحيح. مش انسان جامد، انا انسان متطور طوال المباراه. بدليل ان هو لعب امبارح بطريقتين، فده يدل ان هو واثق من اوراقه كويس جدا، ودي عشان يعمل التحول ده يؤكد ان هو مدرب مغامر، وده مهم جدا ان هو يبقى عنده طموح اكبر. فده هينعكس على اللعيبه اللي موجوده. صحيح. لكن في النهايه محتاجين ان احنا يبقى عندنا برضو قماشات اكتر تقدر تساعده على تحقيق ده. صحيح. طيب استاذ لطفي، لو جيت سالت حضرتك، فوز منتخبنا الوطني الاول امبارح بست اهداف نظيفه كان بسبب ضعف المنتخب الاخر ولا قوه منتخبنا؟ والله هو الاثنين، يعني هو الاثنين. يعني انا اقدر اقول ان المنتخب كان نازل بشكل قوي لان الظروف حضيفه العابي بعد كاس العالم. صحيح. نتائج سيئه في كاس العالم. الجمهور غير راضي عن اللاعبين، حاله من عدم الرضا، مشاكل محمد صلاح. ده طبعا كان وصلنا من خلال التوافد الجماهيري القليل جدا اللي حضر المباراه. طبعا. وكل ده كان له انعكاسات عند اللعيبه. كل واحد عايز يفتح صفحة جديدة مع الجمهور. صحيح. عايز يؤدي أداء راقي يجذب لي الأنظار من جديد، عايز يحط نفسه على بداية طريق بيفتح صفحة جديدة. صحيح. سواء مع المدير الفني الجديد والجهاز الفني أو الجمهور. الجمهور اللي كان أماله عريضة جدا في كأس العالم يشوف نتائج أفضل من كده وما شافهاش، فأمر طبيعي جدا أن كل العوامل ساعدت على نجاح المباراة وخروجها بهذا الشكل، و ايضا الى جانب المستوى المتواضع اللي ظهر عليه فريق النيجر. طيب تفتكر ان خلاص كده المنتخب الوطني الاول فتح صفحه فعلا جديده مع الجمهور المصري؟ يعني ممكن نشوف بعد كده ان في اعداد اكبر بتحضر المباريات؟ اكيد هيبقى في اعداد اكبر. طبعا ان كمان دلوقتي بيدرسوا في اتحاد الكره ان هم يخفضوا سعر التذكره من 50 جنيه تبقى 20 جنيه، يعني في متناول الجميع. والله انا عايز اقول برضو الموضوع مش 20 و50، يعني خلينا برضو احنا دايما بنبقى ماسكين في حاجات كده. مشكله في المسافه.
المسافه. صح. فامر طبيعي جدا ان انا اجي النهارده اقول انها من 20 ل 50 ما بتفرقش مع الجمهور المصري. او اذكرك ان في كاس الامم الافريقيه 2006 بالقاهره كانت التذاكر بتتباع في السوق السوداء اغلى وما كانتش موجوده ومتاحه في المنافس الطبيعيه، والجمهور هو نفسه الجمهور المصري اشتراها وراح من 2006، واحنا في 2018 يعني بعد 12 سنه ما بنتكلمش في اسعار. لكن الواقع بيقول ان احنا عندنا المسافات صعبه جدا ان يبقى صحيح. عندنا حضور بهذا الرقم، لكن لو اتنقلت استاد القاهره هيبقى موضوع مختلف. حتى الان لا توجد موافقات صريحه للعب في استاد القاهره سواء كان ذلك للاهلي او للمنتخب مصر. فامر طبيعي النهارده ان انا عشان اقدر اجذب الجمهور بشكل كبير واقدر استغل الحاله اللي فيها المنتخب وحاله التجديد اللي بيمر بيها المنتخب وحاله الارتياح اللي بين الجمهور والمدير الفني الجديد، ان انا اقدر الم من الجمهور تاني حوالين منتخب مصر، انا مستفيد بده ومستفيد بيه ان يبقى مع الانديه اللي بتلعب في افريقيا، وبالتالي هقدر ان انا اعيد التوازن الاقتصادي لصناعه كره القدم في مصر. صحيح. طيب بما اننا بنتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، معانا دلوقتي كابتن ضياء السيد مدرب المنتخب السابق. مساء الفل على حضرتك. الو. طيب معلش الاتصال فصل، فنرجع نكلمه مره ثانيه ونرجع بقى نتكلم برضو عن الجمهور. حضرتك شايف ان وجود الجمهور في القاهره او حضور الجمهور في المباريات اللي هتقام في القاهره بالنسبه للانديه اللي بتلعب في افريقيا او منتخبنا الوطني الاول ده هيكون افضل طبعا اكيد بالنسبه للمنتخب واللعيبه والمسانده، وبرضو بالنسبه للانديه الجماهيريه اللي عندها جمهور كبير وبتشارك في المباريات الافريقيه؟ هو مفيش غير الاهلي في افريقيا، في القاهره هو اللي محتاج يلعب، والمصري بيلعب في بورسعيد ما عندوش أزمة. لكن في النهاية منتخب مصر مطالب أنه يرجع تاني استاد القاهرة، والأهلي مطالب أنه يرجع استاد القاهرة. شايف كمان أن ده مفيد لصناعة كرة القدم في مصر، محتاجين أن احنا نبقى في نقلة ثانية غير النقلة اللي احنا فيها، لأن لا يجوز ان احنا نبقى في ظل هذا التوهج الكروي وان انا في المدرجات خاويه. صحيح. ومدرجات بلا جمهور، فقتلت كره القدم في عز توهجها اللي احنا كنا منتظرينه، فبالتالي الاثنين ضد بعض، فلازم يبقى في تكامل بعوده الجمهور. صحيح. وبشكل حتى لو بشكل تدريجي. صحيح. مش مهم الستين، معنا ممكن كابتن ضياء دلوقتي. اهلا بيه كابتن ضياء سيد مدرب منتخبنا الوطني السابق، مساء الفل على حضرتك. اهلا شيماء، ازيك؟ منورنا. انت اللي منوره، انت نورك يا كابتن، ربنا يخليك. الله يخليك. طبعا طبعا في البدايه كده عايزين نتكلم مع حضرتك عن مباراه امبارح، مباراه منتخبنا الوطني الاول ومنتخب النيجر، المباراه اللي انتهت بست اهداف نظيفه. طبعا دي كانت بدايه قياده اجيري الحقيقيه لمنتخبنا الوطني، شفت اللقاء ده ازاي؟ والله انا شفته طبعا بدايه كويسه جديده. بالنسبه للاحداث بتاعه كاس العالم، الاحداث اللي هي كلها انتقادات وكلها قلق، احداث اداريه واحداث فنيه، بشوف انه ناخد الايجابيات دلوقتي ونفرح بالمباراه، وبعد كده نسيب الراجل يشتغل ويصلح الحاجات الفنيه اللي موجوده ويظبط بقيه الحاجه ويكمل فرقته بشكل كويس. شفت اختيارات اجيري طيب ازاي؟ بالنسبة للقائمة اللعيبة المحليين والمحترفين. نعم. شفت اختيارات أجيري ازاي بالنسبة لقائمة اللعيبة المحترفين والمحليين؟ والله دايما أنا مقتنع إن القائمة دي تكون بتاعة المدرب نفسه. يعني القائمة دي حق ليه هو، يقدر يشتغل بيها زي ما هو عايز، وإحنا نشوف الناتج وبعدين نعلق على الناتج. إلى الآن الأمور ماشية بشكل كويس، طبعا ماتش التأهل وكل حاجه، لكن كبدايه فيها ايجابيات. طيب هل من المنطقي يا كابتن ضياء ان احنا نقارن دلوقتي ما بين اجيري المدير الفني الحالي والمدير الفني السابق هكتور كوبر بعد مباراه واحده بس، هي مباراه طبعا النايجر وطبعا قصاد منتخب ضعيف زي النايجر، هل منطقي ان احنا نقارن ما بينهم؟ والله احنا عايزين ننسى الفتره دي ونذكر ايجابياتها. ولانه طول الوقت واحنا حاطين اجيري وحاطين الناس تحت ضغط كوبر، انه لعب كوبر ختم وحش، كوبر لعب وحش شكلنا، ما كوبر ما لعبش هجومي، نخليه هو يشتغل بطريقه اجيري وننسى كوبر دلوقتي ونذكره بالخير
نفتكر نقعد نركز مع اجيلي نشوف هيعمل ايه في الفتره اللي جايه، لانه ما ندخلش نفسنا في المقارنات، المقارنات هتبقى متعبه بشكل كبير جدا وتسوق الحقائق، ومش عايزين ده، لانه الكره فيها مكسب وخساره. لو الله لا قدر كده خسرنا ماتش هنبتدي بقى ايه نشتغل الشغل تاني بطريقه تانيه بتخييم تاني. لازم نكون معتدلين بشكل كويس وننسى المقارنات. كابتن ضياء عايزه برضو اسال حضرتك، فنيا شفت اللقاء ازاي؟ هل شفت الست اهداف اللي سجلهم منتخبنا الوطني الاول؟ هل الاداء اللي احنا شفناه الاداء الطيب اللي شفته ده كان بسبب قوه منتخبنا الوطني ولا ضعف المنافس؟ وكل الكوكتيل ده، شفت انه منتخبنا فيه عناصر مهمه جدا، من عناصر متالقه وعناصر نجوم على راسهم صح، شفت ان احنا سجلنا 6 اهداف وضيعنا حوالي 10 اهداف، والايجابي ان احنا سجلنا 6، وشفت انه في لعيبه جديده الراجل بيشوفها وبدايتها طيبه مبشره، باهر وعلي وصلاح محسن، ومش عايز اشوف الحاجه الوحشه، عايز اشوف ان الفرقه سهله وان الفرقه ضعيفه، والحاجات دي مش عايز اذكرها دلوقتي، لازم دلوقتي وقت ان احنا نتكلم في ايجابيات عشان نبني على ده. كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الاسبق نورتنا في كلام في الميديا، نرجع بقى مره تانية لحضرتك يا استاذ لطفي، ومين اللاعب اللي شفته امبارح لفت نظرك جدا في المباراه؟ هو اقول برضو لو في لاعب لوحده هيبقى الطاغي في المساله محمد صلاح، يعني بقى في اختلاف النهارده، في الاول كان فيما سبق كان كله بيخدم على صلاح، صحيح دلوقتي صلاح بقى صلاح بيقاسي معاهم، بيخدم معاهم. على بيخدم صحيح. عليهم كلهم، وده تحول كبير جدا في طريقه اللعب، فده امر مهم جدا انه يتشاف. بخلاف ذلك برضو شايف ان انا برجع علي غزال بشكل جديد، ده كان برضو رؤيه كانت هاجم عليها الكابتن هاني رمزي تحديدا، على اساس ان الكابتن هاني رمزي اللي بيحط الاختيارات، كما هوجم على صلاح محسن، على مروان محسن عند استدعائه للمنتخب عقب اصابه احمد حسن كوكا، فكلاهما عايز اقول حاجه، ان هاني رمزي هو رقم 3 في الجهاز الفني وليس رقم 1، صحيح، ولن يقبل المدير الفني الاوروبي ان هو يضحي بنفسه في اي لحظه او عفوا اي اجنبي، يعني مش اوروبي او من امريكا، من يعني المكسيك، فامر طبيعي جدا ان المدير الفني هو صاحب الاختيار الاول والاخير، وصد على كلام الكابتن ضياء ان هو الراجل هو حر يختار، دول الحريه الكامله في الاختيار، لكن وده امر طبيعي، ودليل ان هو النهارده لما جاب سلجادو مستشار فني ليه، فامر طبيعي صحيح. ان الراجل بيفكر فكر تاني خالص غير اللي احنا بنفكر فيه. ايا كان الكابتن هاني رمزي، الكابتن هاني رمزي هو الوحيد اللي في الجهاز المعاون للمدير الفني اللي بيتكلم عربي، صحيح، فبالتالي هو الوحيد اللي هيوصل كلام الراجل للعيبه اللي هم هو بيفكر فيهم واللي حاططهم تحت المنظار أكيد. واللي موجودين معاه في المنتخب أكيد. فامر طبيعي ان هو بينقل لكن ما اقدرش اقول ان هاني رمزي ده اختياراته، ما اقدرش اقول ده، بس هو ده اللي موصله لنا الصحافه والاعلام كله، ان هاني رمزي هو اللي بيختار، هو اللي صاحب القرار في الاختيارات، لان اجيري ما كانش عنده وقت اصلا ان هو يتابع ويشوف اللعيبه المحليين او الاوروبيين في منتخبنا. ما اعتقدش انها بتبقى ماشيه بالشكل ده. ليه بقى؟ مع كامل احترامي النهارده الصحفيين بياخدوا المعلومه من الكابتن هاني رمزي، فامر طبيعي ان انا هنسب عايزك تبص كده معانا طيب على المنشات ده، المصري اليوم بوادر خلاف ما بين اجيري ورمزي في المنتخب، والمدير الفني اشتكى من ترشيحات المدرب العام لعدد من اللعيبه اللي مش جاهزين. تمام. ممكن يبقى في خلاف في وجهات نظر، لكن في النهايه اللي هيقدر يقود المساله اجيري. عايز اقول صاحب الكلمه العليا هنا، اجيري هيختلف عن سكوب. يعني فشل هاني رمزي مع سكوب موضوع تاني، اجيري هيختلف، وهاني رمزي المره دي مش عايز يفشل للمره الثانيه، صحيح، اكيد، فاكيد فعايز ياخد خطوه ان هو يكون موجود، فمش هيسمح ان هو
يعني مش هيسمح لحد، مش هيسمح لنفسه انه يقع في نفس الاخطاء اللي وقع فيها قبل كده، وبالتالي يكتب نهايته التدريبيه في مصر. فامر طبيعي جدا ان يبقى فيه وجهات نظر نتفق او نختلف عليها، لكن في النهايه الكلمه الاولى والاخيره الاجيري بشكل قاطع، لكن هاني رمزي هو حلقه الوصل ما بين الجهاز وبين اللعيبه المصريين. امر طبيعي ان هاني رمزي بيتكلم، هو اللي بيتكلم مع الصحفيين، هو اللي بيتكلم مع وسائل الاعلام، هو اللي بيطلع في القنوات الفضائيه، فهو اللي بيحدد او بيقول الملامح الرئيسيه للقائمه للاختيارات الكلام ده، فبيبان للناس ان هو هاني رمزي اللي بيختار على عكس الواقع تماما، لان حتى هذه اللحظه اجيري لم يعطي بتصريحات واضحه او صريحه، كلها تكهنات او تسريبات او تلميحات لا ترقى الى ارض الواقع. صحيح. طب بالنسبه بقى لوجود سلجادو في الجهاز المعاون، شايف ان ده ممكن يعمل ازمات؟ لا مش شايف. هو الراجل بيجيب كل ادواته اللي تقدر تساعده انه ينجح، فامر طبيعي جدا انه هيفكر في النواقص اللي موجوده عندنا عشان يكملها بالعناصر من خارج المصريين. صحيح. فهو شايف، انا بنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنشوف فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضة على صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا. اكيد طبعا بقى من امبارح للنهارده كل السوشيال ميديا بيتكلموا عن مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد منتخب النيجر، المباراه اللي انتهت بست اهداف نظيفه لصالح منتخب الفراعنه. هنبتدي معاكم مع صفحه رسميه للنادي الاهلي، واللي نشرت على انستجرام صوره بتجمع ما بين صلاح وصلاح محسن مع المنتخب، وعلقت وقالت مو صلاح وصلاح مو. طيب نشوف بقى لعيبه المنتخب كتبوا ايه بعد المباراه. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر نزل صوره مجمعه للمنتخب من الماتش وكتب الحمد لله دايما وابدا. كمان نشر ايمن اشرف على تويتر صوره من المباراه واللي جاب فيها طبعا الجول الثاني وكتب الحمد لله. صلاح محسن كمان نزل صوره من المباراه على انستغرام، وهو طبعا اللي مسجل زي ما انتم عارفين الجول الرابع في النيجر وكتب الحمد لله. نشر كمان مروان محسن على الانستجرام صوره ليه من المباراه واحتفل بالجول الاول اللي احرزه. كمان بقى بالنسبه للمحترفين احمد حجازي على تويتر نشر برده صوره ليه من المباراه وكتب اداء جيد للفريق، دعونا نواصل العمل بجد ونحسنه. كمان نشر احمد المحمدي على الانستجرام صوره مجمعه ليه مع المنتخب من المباراه وكتب شرف لي قياده بلدي، فوز كبير واداء رائع من الجميع. كمان تريزيجيه نزل على الانستجرام صوره من المباراه وعلق وقال الحمد لله على كل شيء. كمان علي غزال اللي رجع لصفوف المنتخب بعد فتره طويله طبعا من الغياب كتب على تويتر الحمد لله فخور بتمثيل المنتخب الوطني من جديد، شكرا لكل واحد دعمني وكل واحد هنا هناني برساله او تعليق حتى او اعجاب، بشكركم جميعا من قلبي. كمان عمرو ورده نزل على انستجرام صوره ليه من المباراه وعلق وقال مستمرون. وكمان كابتن محمود فايز المدرب في الجهاز الفني السابق للمنتخب عمل تويت على تويتر وكتب مبروك لمصر، ان شاء الله بدايه واحلام جديده، تاريخ جديد باذن الله يكتب. مبروك لكابتن ناجي، كابتن هاني رمزي والجهاز الفني كله بقياده مستر اجيري، ومبروك لولادي اللعيبه ويا رب دايما. كمان اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق كتب على تويتر يجب اعطاء الفرصه كامله لاجيالي وجهازه خلال الفتره القادمه لتطبيق وجهه نظرهم الفنيه بدون اي ضغوطات لنرى المردود على المنتخب خصوصا بعد هذه البدايه الجيده للمنتخب. الصفحة الرسمية بقى لنادي العين الإماراتي كمان اللي بيلعب ضمن صفوفه طبعا لاعب حسين الشحات والهنوب بفوز المنتخب على النيجر، وكتبوا نهنئ الدولي حسين الشحات بفوز منتخب بلاده على النيجر 6-0 ضمن مرحلة المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019. كمان هنت صفحة ليفربول الإنجليزي على تويتر محمد صلاح على الهدفين اللي أحرزهم في المباراة وكتبت هدفين لمحمد صلاح بفوز الفراعنة 6-0 على النيجر. برضه نزلت صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك نتيجة أو نتيجة المباراة مباراة مصر والنيجر وعلقت عليها محمد صلاح عاد للعب لمنتخب مصر. قبل بقى ما نروح نشوف العالمي
نزل لاعب النادي الاهلي احمد الشيخ فيديو من احتفال لعيبه النادي الاهلي بعيد ميلاده وعلق وقال العيله. تعالوا نشوف الفيديو ده. تاني يا شيخو، قطع التورته يا شيخو، قطع التورته يا ابني. ما جبتكش ما جبتوش ليه؟ كل سنة وانت طيب يا شيخ، العمر كله ان شاء الله، ومن سنة لسنة تكون لاعب افضل في النادي الاهلي. كمان عالميا بقى احتفلت الصفحة الرسمية لكاس العالم على تويتر بعيد ميلاد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني ومنتخب كرواتيا، وكتبت عيد ميلاد سعيد. كمان هاري كين لاعب توتنهام ومنتخب انجلترا نشر على انستغرام فيديو من استلامه لجائزة الحذاء الذهبي لكاس العالم وكتب امتياز حقيقي للقاء ابن شجاع ولحظة فخر لا تصدق تلقى الحذاء الذهبي لكاس العالم. كل التركيز الآن على جائزة أكبر في عام 2020. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل معكم مرة تانية. And what an achievement for Harry Kane during the World Cup. And his manager Gareth Southgate presents him with the golden boot following his 6 goals in Russia. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع بعد كده نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي استاذ لطفي السعدني. زي ما حضرتك اي فريق عمل في اي مكان بتلاقيه موجود هو نفس فريق العمل في اي مكان، خلاص هم فاهمين بعض بشكل كويس وبيقدروا يعتمدوا على بعض بشكل كبير، نجاحاتهم بتبقى مديالهم طمانينه اكتر في الشغل، الثقه في ان الشغل بيتم بشكل قوي، فامر طبيعي ان هو ده مصدر الثقه بتاعه، وامر طبيعي ان هو حلقة وصل بينهم. بدليل ان اتحاد الكورة لم يتوانى في تعيين الراجل، صحيح، ووافق واقر بيه والموضوع انتهى، حتى يعني راتبه تم موافق عليه، تم موافق عليه 10000 دولار في الشهر، مفيش مشكلة. يعني موضوع مستشار بقى، موضوع مش مستشار، يعني كل الكلام ده دي شكليات احنا بنصنعها عشان الرأي العام، لكن ده غير على غير الواقع. لا، هو الراجل واثق فيه بشكل كبير جدا، و عايز اقول برضو ان ده مش تقليل من دور الكابتن هاني رمزي، لانه طالما قابلت انك تبقى الراجل الثالث فتلتزم بالراجل الثالث، صحيح، لكن في النهايه انت بتاخد تجربه جديده مع منتخب مصر، فشلها هياثر عليك كبير جدا، ان انت خلاص يعني بعد كده مش هتتجه غير للتحليل بس، مش هيبقى ليك في سوق التدريب اي وجود. طيب استاذ لطفي، دلوقتي معانا استاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في الوطن، هنتكلم معاه عن اهم بقى العناوين والمنشطات اللي هتصدر ان شاء الله في عدد بكره. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا شيماء. مساء الخير، منورنا في كلام في الميديا. معانا استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي. اهلا وسهلا، وحشتني جدا يا استاذ حضرتك. ازيك يا محمد، الله يخليك، ازي اخبارك؟ طيب في البدايه كده عايزين بقى نتكلم معاك، من امبارح للنهارده اكيد اهم المنشطات والعناوين والاخبار كلها بتخص منتخبنا الوطني الاول والفوز بالسداسيه على منتخب النيجر في تصفيات امم افريقيا 2019. عايزين نعرف بقى منك سريعا اهم المنشطات اللي ان شاء الله هتصدر في عدد بكره. يعني هو بالتاكيد زي ما انت قلت، التركيز كله على يعني المنتخب والفوز اللي حققه ب6 اهداف. في ارقام كتير اتحققت من فوز منتخب مصر
على النيجر 6 أهداف، أول فوز في 2018. وموضوع محمد صلاح كمان، هل هو دخل في يعني بقى الثالث بعد أبو تريكة في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر ولا لأ؟ وثبت إنه لسه، لأن مصر كانت لعبت مباراة قدام سوازيلاند أيام عهد برادلي، والمباراة لم تحتسب في التجديد الدولية، فبالتالي تم حذف هدفين من محمد صلاح ويبقى رصيده 37 هدف لحد دلوقتي، فرق هدف ورا محمد أبو تريكة اللي سجل 38 هدف مع منتخب مصر. يعني التركيز كله على موضوع اهتمام محمد صلاح كمان بالمشكلة اللي لسه دايرة ما بينه وما بين اتحاد الكورة، يعني هي اتقال إن هي انتهت ولكن لسه بشكليا بس. يعني امبارح تم تسريب بعض المعلومات عن وجود دخول بعض أصدقاء محمد صلاح في غرفته عن طريق زميله محمد هاني في الغرفة. طبعاً أعضاء اتحاد الكورة في الشكل العلني نفوا الكلام هو وقالوا لا إحنا ما قلناش حاجة، لكن الأخبار دي طالعة من جوه اتحاد الكورة، فده استمرار للحرب الخفية. كمان لعيبة منتخب مصر أعلنوا تضامنهم مع محمد صلاح وسعداء إن هو بيدافع عن حقوقه رغم إن هو مش كابتن المنتخب. يعني أبرز الحاجات. وكمان النهاردة في فوز منتخب تونس، تونس هي الأول رجعت للمركز الأول مرة ثانية بعد فوزها، بقى عندها 6 نقاط، ولكن ده يثبت إن المجموعة ضعيفة جداً. منتخب مصر ومنتخب تونس هما إن شاء الله هيتأهلوا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. امبارح في نغمة من التشاؤم شوية اللي بيقولوا إن دي نفس البداية اللي بدأها كوفر وانتهى بنهاية سيئة، فمش عايزين نبقى فرحانين أوي بأجيري. أي نعم أجيري مش هنقدر نقيمه بشكل كبير، ولكن مش عايزين ننسى إن منتخب النيجر هو اللي طلع منتخب مصر في 2012 في كأس الأمم الأفريقية، وكان بالجيل الكبير طبعا بتاع الكابتن حسن شحاتة، فهو ده الفريق اللي طلعنا، فبالتالي هو مش منافس ضعيف. ان احنا لازم نشيد ان اجاري قدر يتعامل مع نقل نقاط ضعف منتخب النيجر بشكل كويس جدا، قدر ان هو يحط بصمات على منتخب مصر بتغييرات التشكيل في طريقه اللعب اللي اتغيرت. فكل الشكل دوت نقدر نقول ان هي بصمات ايجابيه لاجاري، هنقيمه اكتر لما يخش تجربه كبيره او تجربه قدام منتخب كبير. ده هنشوفه لسه خلال الايام اللي جايه، لكن احنا بنتكلم على التجربة الحالية قدام منتخب النيجر، ده هو أجهاد وطلع حاجة عند منتخب مصر. شكرا ليك استاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في الوطن، عرفنا اهم واخر العناوين ان شاء الله تصدر بكره في العدد القادم من الوطن الرياضي. طيب استاذ لطفي نرجع لك بقى مره ثانيه، ازمه محمد صلاح مع المنتخب الوطني الاول والتسريبات الجديده اللي احنا لسه سامعينها دلوقتي، عايزين نتكلم في الموضوع ده لكن بعد الفاصل. رياضي لسه منورنا طبعا. نورك يا استاذ، ربنا يخليك. طيب نرجع بقى مره ثانيه لازمه محمد صلاح وطبعا اللي حصل قبل كده قبل لقاء النيجر، وكمان التسريبات اللي احنا لسه سمعناها من شويه، شايف الكلام ده معناه ايه؟ يعني محمد صلاح جاله اصحابه في المعسكر، هو مش من حقه؟ والله هو اكيد في المعسكر بيبقى فيه ضوابط. الضوابط دي هل هي معلومه للاعبين ولا مش معلومه؟ دي نقطة مهمة جدا. هل اتحاد الكورة حاطط قواعد أو الجهاز الفني حاطط قواعد هيمشي عليها جميع اللاعبين؟ أكيد لهم فترات استراحة كبيرة جدا، لأنه مش هيقعد طول اليوم في الغرفة. أمر مش طبيعي. مش منطقي أبدا يفضل قاعد على السرير. فأمر طبيعي. لو هم في استراحة أي حد هيقدر يقابل فيها أصدقائه أو أي حد طبعا اللعيبة أمر طبيعي. أمر طبيعي. بس المهم إن المحترفين بره دول ما بينزلوش تقريبا غير على معسكرات. على المعسكرات. طبعا أمر طبيعي. فالنهارده لازم اتحاد الكورة هو اللي يكون محدد الأمور دي شكلها إيه. وده أمر طبيعي، يعني ما هواش حالة خاصة. صحيح. لكن في النهاية واضح إن أزمة صلاح لم تنتهي بجلسة وزير الشباب والرياضة مع المهندس هنا بريدة مع محمد صلاح في المعسكر. وبالتالي خروج مثل هذه التسريبات ده استمرار للحملة ضد محمد صلاح اللي واخدها عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة لتشويه صورة اللاعب بشكل كبير جدا، إن محاول كل فترة بيحاولوا أنهم يسربوا أخبار هي في النهاية بترجع ليهم هم، لأن
انا لو حاطط نظام فهيلتزم بيه الجميع. صحيح. لكن الكارثه ان لا لا لو انتم مش عارفين تسيطروا دي مشكلتكم. لا هم مش الفكره مش عارفين يسيطروا، هم مش عارفين يشتغلوا، لان الحاله اللي بيعيشوها محمد صلاح ما حصلتش قبل كده في مصر. صحيح. فامر طبيعي هم مش مقدرين الحاله اللي احنا فيها، فهم ما عندهمش خلفيه اللي يقدروا يتعاملوا بيه في مثل هذه الحالات، فبيتعاملوا بيها زيها زي ما بتلعب ما بتعامل لاعب في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. مش يعني هي نفس الفلسفه واحده. صحيح. لازم نخرج شويه من اطار المحليه لاطار العالميه. طب لما يطلع بقى من اتحاد الكره ومن اعضاء اتحاد الكره تسريبات واخبار او اشاعات بتقول مثلا ان صلاح غير ملتزم في المعسكر، الهدف ايه؟ الهدف ان ده استمرار حمل التشويه اللاعب عشان يقدروا يقولوا ويدافعوا عن نفسهم ان احنا ما كناش بنتكلم الكلام ده من فراغ، هو غير ملتزم، هو كل شويه بيعمل حاجات فوقيه يحسسنا ان هو فوقنا. يعني هي مرحله يعني نفس البشريه اماره بالسوء، فلكن في النهايه يعني بس معركه خسرانه. هي معركه خسرانه لكن البعض وفق ثقافته يراها كسبانه بالنسبه له. العيار اللي ما بيصيبش بيده. العيار اللي ما بيصيبش بيده. طيب نروح بقى للنادي الاهلي طبعا، ومستوى النادي الاهلي تحت قياده كارتيرون. شفت طبعا الخمس جولات الاولى من دوري مصر الممتاز، واخرها كان لقاء مصر كان لقاء النادي الاهلي والانتاج الحربي والازمه اللي حصلت تحكيميا في هذا اللقاء. خلينا الاول اسالك، شفت ازاي مستوى النادي الاهلي تحت قياده باتريس كارتيرون؟ هو انا دايما ما باخدش الامور من اول ماتش، يعني دايما بسيب لنفسي مساحه زمنيه عشان اقدر احكم. الجمهور هو ممكن ينفعل ويقول ده احسن مدرب في العالم او اسوأ مدرب في العالم، لكن بطبيعتنا احنا كشغلنا ما اقدرش ان انا اجزم في البدايات، لكن ممكن احط نقاط للمدير الفني اقدر اعتمد عليها على تقييمه في هذه الفتره. شايف ان هو مش متسرع، وشايف ان هو واثق في نفسه كتير جدا، وده كويس ان انت بتنقل اللعيبه ثقتك في نفسك. مش متسرع ان هو كان يغير الخطه اول ما مسك ولعب بنفس الاسلوب اللي كان ماشي بيه النادي الاهلي، وده يحسب له. مش يتحسب ضده زي بعض المدربين. اختلف عن غيره في القصه ديت وحب يكمل، وده كان مهم جدا لانه كان محتاج ان هو يرجع لصداره المجموعه الافريقيه، فامر طبيعي من الديل اللي كان بيتزيله النادي الاهلي ان هو يطلع ويبقى اول المجموعه في افريقيا. صحيح. فده مؤشر جيد جدا ان المدرب تعامل باحترافيه شديده جدا ولم يهتز قدام اللاعبين، وكان واثق في ادواته طوال الوقت، فده شيء يحسب له. مساله التبديلات والتغييرات اللي بيجريها بين فتره وفتره ما هوش متسرع ان هو بيغير جلده مره واحده، ما بيغيروش، لا هو واخده بشكل تدريجي، وده يحسب للمدير الفني. نظرته لبعض اللاعبين بدات تتغير بشكل كبير جدا، لانه بدا يدي لاكثر من لاعب على اعتبار ان كل لاعب يبدا يثبت نفسه، لان انا مش هستحمل بعد كده ان انا يبقى عندي مساحه ان انا اجرب. صحيح. لان انا بلعب دوري مضغوط وعندي بطولة عربية في النص، وعندي هدف أسمى أن أنا أفوز بالبطولة الأفريقية وأرجع تاني لكأس العالم للأندية. صحيح. ده اختلاف كبير جدا، كل ما ذكرته بيصب في صالح المدير الفني للنادي الأهلي. المنافسات اللي جاية هتقدر تحدد بشكل كبير. ممكن يبقى في عنده عوائق خارجيه تؤثر على مسيره الفريق في الدوري. وده امر طبيعي. زي ايه؟ ما هصطدم بالتحكيم، هصطدم بال لازم بقى نروح لازمه التحكيم بس نخلص كلامنا. طبعا هصطدم بان انا عايز حكام اجانب في عدد من الماتشات مش هقدر العبها باطقم محليه. هصطدم بعد كده ان انا عندي اصابات من المشاركات الكتيره، عندي اجهاد للعيبه، فلازم ابدا اشوف البديل اجهزه بشكل كبير جدا. فامر طبيعي ان هو عنده حاجات، حتى الحاجات القدريه اللي هي الغير طبيعيه اللي هتحصل له وهو ماشي في الطريق، فامر طبيعي ان هو لازم يعمل حساب ما هو طارئ عليه. لان النهارده جمهور الاهلي هيقدر هيحاسب
مش هيستنى ان انا يبقى أكيد. عندي مبررات أكيد. وبالتالي مجلس اداره الاهلي لم يكن بعيد عن الصوره، لانه شعر ان المساله من بدايتها هيبقى هناك عصارات في الطريق، فكان موقفه صريح لاتحاد الكوره في بيانه. وما يؤخذ على الكابتن عصام عبد الفتاح في رده على بيان النادي الاهلي هو اولا احنا للاسف الشديد احنا ما عندناش احترافيه في شغلنا. بيان النادي الاهلي كان موجه لمجلس اداره اتحاد الكوره، صحيح. الجهه الوحيده التي تملك الرد على بيان النادي الاهلي مجلس اداره اتحاد الكوره مجتمعا وليس رئيس لجنه الحكام بشخصه. فهنا لقينا في حاله فراغ كبير جدا ما بين الاسلوب الاداري في اتحاد الكوره وما بين الاسلوب الاداري في النادي الاهلي، صحيح، وهي نقطه خلاف كبيره. وتؤكد ان الشغل او العمل المؤسسي طغى على العمل العشوائي، لان للاسف الشديد حتى ولو هو رئيس لجنه الحكام لا ينبغي انه يطلع يرد، لان انا النهارده موجه البيان بتاعي لمجلس اداره اتحاد الكره، لابد ان يبقى مجلس اداره اتحاد الكره هو اللي يرد على البيان. صحيح. الاجمل في الامر عدم رد النادي الاهلي على البيان بشكل كبير جدا، لان يفتقد الرسميه، صحيح، ده بشكل شخصي ولا يمثل اتحاد الكره، لان انا منتظر ان اتحاد الكره يكون عنده رد بشكل نهائي. قد يكون تاخر اتحاد الكره ان هو يكون بيدرس القرار، يكون مش هيرد ويتعامل مع الموضوع قطعه قطعه، يبدا يوقف الحكم، يبدا يشوف حكام اجانب، يبدا يتكلم، يعني ياخدها بجزئيه ما تبانش ان الاهلي انتصر على اتحاد الكوره في هذه الواقعه. صحيح. فهو ده الفكر السائد داخل الجبلية. فامر طبيعي جدا ان يبقى في صدامات جايه كتير، لكن ان لم تحسم مبكرا مش هتعوض النقاط المفقوده في اي مباريات. طب شفت اصلا الاخطاء الكارثيه اللي اتعرض ليها النادي الاهلي في المباراه الاخيره في الجوله الخامسه من الدوري دي عامله ازاي؟ وارد ان يحصل اخطاء. بالمنظر ده؟ لا يعني لا ما كملتش كلامي. وارد ان يحصل اخطاء في اي ماتش، وارد ان يحصل اخطاء من اي حكم، لكن عندما يتحول الخطا الغير مقصود الى خطا مقصود يبقى هنا في وقفه. لم ارى ابراهيم نور الدين بهذه الحاله في هذه المباراه. لم ارى من قبل بهذا السوء. هيقول ان انا تعمدت ان انا انتظر نتائج او مساعدات من المساعدين بتوعي باحتساب لعبه او اخرى. لا، الحكم هو سيد الملعب. صحيح. الحكم هو سيد الملعب. راي المساعدين استشاري لي او تاكيد لي في بعض الكرات اللي هو ما بيبقاش شايفها بشكل كبير، لكن الامور لما بتبقى واضحه هنا بيبقى في علامات استفهام على عدم احتساب مثل هذه الاخطاء التحكيميه اللي هتجرنا لمشاكل كبيره جدا. صحيح. خصوصا ان انا النهارده عندي حاله من التناحر الاعلامي والتراشق اللفظي في، صحيح، السوشيال ميديا والفضائيات ما بين المتنافسين او من يطمعون في الاستحواذ على اللقب. فامر طبيعي ان ما كنتش انا ببدا احضر من قبل كده، من قبل البطوله ما تبدا، لازم يبقى عندي رؤيه. ما هو اللي بيدير ده لازم يبقى عنده رؤيه، شايف طب يا جماعه بالمنظر ده هيبقى عندنا كوارث في اللي جاي، فعشان نتفادى الكوارث نبدا نعمل 1 2 3 حتى لو مش هنحسس الناس ان احنا حاسين ان في كارثه. يعني امر طبيعي جدا ان احنا مش هنحسس الناس ان في كارثه، لكن في النهايه ابقى انا عامل غطاء استراتيجي للعبه من بدري. صحيح. وده ما حصلش في اتحاد الكوره للاسف الشديد، لكن اللي جاي هيبقى اصعب، خصوصا في حاله الغضب الشديد على التحكيم وعدم الرضا من جميع الفرق، يعني صحيح، يعني اللي هم متضررين في ضياع النقط على الاقل في القاع اللي هم مهددين بالهبوط، وفي القمه اللي هم منافسين على المركز الاول. حضرتك بتتوقع المزيد من الازمات اللي بتخص طبعا النادي الاهلي مع اتحاد الكوره الخاصه بمساله التحكيم، وشايف ان في كمان عوامل خارجيه لسه هتقف عقبات قصاد النادي الاهلي؟ طبعا. طبعا. مشوار مش سهل يعني. لا طبعا مشوار مش سهل، واحنا لسه في بداياته، يعني أنا النفس الطويل لسه هو اللي هيحكم المعركه في الاخر، لكن لما ابدا في البدايات ان انا يحصل نزيف للنقاط بهذا الشكل يبقى انا اقدر اقول لا استوب بقى، النزيف ده هيزيد في الاخر وابدا الاقي نفسي خارج اللعبه تماما. فمهم جدا من بدري ان انا اوقف هذا النزيف وابدا. صحيح. افكر اللي جاي هنتعامل فيه ازاي،
وده من حق الانديه، ان انا مش الانديه بتصرف مصاريف كبيره جدا على كره القدم، فما تجيش انت تضيعها لي بقرارات فيها نوع من التحيز عشان تقدر ان انت توقعني من المنافسه او توقعني من للهبوط للقسم الثاني. ايا كان الموقف لابد ان اتحاد الكوره يكون له شكل مختلف في اداره ملف التحكيم، وليس مطلوبا ان يكون مساله الرد دايما بيبقى من خلال لجنه الحكام، ونفصل دايما لجنه الحكام. انا مش عارف ليه اللوائح بتاعتنا بتقول ان ما ينفعش عضو مجلس اداره يكون مشرف على لجنه، اللجان بتبقى خارج من خارج الاتحاد وبتحظى باستقلاليه. لكن صحيح. احنا دايما بنحب دايما نحط ايدينا في حتى في الحاجه، اي حاجه بنعملها ما بنسيبهاش لكل واحد مسؤول عن حاجه هو اللي يكملها للاخر. احنا متعددين في كل شيء، يعني ما بنكتفيش بادوارنا بس. صحيح. طب استاذ لطفي، من امبارح للنهارده من بعد مباراه مصر والنيجر حطينا سؤال على السوشيال ميديا، سالنا فيه الجمهور شايفين اداء اجيري عامل ازاي او اداء المنتخب عامل ازاي تحت قياده اجيري. سريعا كده نشوف الجمهور قال لنا ايه. هنبتدي من على الفيسبوك. حمو بيقول ما نقدرش نحكم على المنتخب دلوقتي مع العلم ان نيجر مش مقياس. خالد محمد بيقول هو ده الطبيعي بتاع المنتخب، بس برضه محتاجين كم ماتش ونشوف الاسلوب. يعني علي غزال امبارح كان اسلوب لعبه عالمي، هيبقى كده على طول ولا على حسب الفريق اللي بنلعبه؟ احمد ابو العالي بيقول مساء الخير، اداء المنتخب ممتاز جدا، ربنا يوفقه في اللي جاي. محمد جده بيقول الشكل ده والاداء ده كويس، بس التجربه الحقيقيه ماتش تونس. حازم السعداني بيقول مقبول، بس يا ريت يكون كده في مباراه تونس، وطول ما الاهلي كويس المنتخب كويس. رجب عز بيقول اداء كويس، بس ده مش مقياس اللي جاي، لازم يشتغل على الجمل والعرضيات اكتر. واحمد منصور بيقول بدايه جيده، النيجر فريق ضعيف، ما ينفعش نحكم على المنتخب امامه. اي نعم، لو كان كوبر كان زماننا دفعنا. بس تحياتي احمد منصور. تامر بيبو بيقول اكيد افضل، لان كوبر كان بيلعب اي فرقه ضعيفه باسلوب متحفظ، واكيد مباراه النيجر بفكر هاني رمزي. شايف حضرتك الناس متخيلين ازاي ان هاني رمزي هو المتحكم في اختياراته كمان في الخطه اللي بيلعب فيها المنتخبنا؟ الناس قريبه من الواقع، هي ان ماتش تونس